انا يسرى عرفات الدوهر عبد المقصود، محافظة الشرقية. الموضوع من اوله خالص، انا بنت خلصت جامعة وجينا قعدنا هنا في الصالحية القديمة. انا اصلا مركز زيارة بنجم، قعدنا في الصالحية القديمة هنا. فجيت طبعا انا قاعدة في مكان ليا مش عارفة لسه اصحاب ولا عارفة جيران ولا عارفة حد. فطلبت من والدي بناء على الشهادة بتاعتي ان انا اطلع اشتغل. فطلعت فعلا اشتغلت في مصنع وقعدت فيه حوالي شهرين. جه ده اتعرف عليا زيه زي اي حد. طبعا قلت له انا مش ينفع، احنا ارياف وفلاحين وكلنا عارفين بعض، وعاداتنا وتقاليدنا غير المدينه برضو. انا مش هينفع اكلمك. قال لي طب خلاص انا هاجي اكلم والدك. جه فعلا وكلم والدي وتقدم لي هو ووالده وتقدموا لي، وخلاص اتخطبت وكل حاجه ومفيش اي حاجه خالص. وقعدنا بقى كل يوم والتاني. طبعا احنا لسه بنجهز زي اي حد، بنفضل سنه بنفضل اتنين. فطبعا بابا قال له يا ابني طب انت هتعمل ايه؟ قال له انا هغير مكان شغلي وهروح اكتوبر. بابا قال له خلاص تمام، نستنى. طيب انت هتجهز امتى؟ طيب انا لو معلش استحملوني شويه عشان انا لوحدي وبجهز لوحدي، ووالدي مش بيديني فلوس وانا راجل كبير ومش ينفع اخد من والدي. بابا قال له خلاص يا ابني براحتك، واحنا مع بعض واحده واحده. انا والدي راجل فلاح زيه زي اي حد، ده هو واحد مثلا موظف هيقول مثلا هنجيب جهاز ويسد من الوظيفة بتاعته. لا، احنا يومنا بيومنا اشتغل بنلاقي ناكل، ما اشتغلش ان احنا زينا زي الناس. مش ان احنا مثلا، وانا كنت بشتغل بساعد برضو، وحتى لو اشتغلت 10 سنين مش هكفي الجهاز. يعني انا لو اشتغلت 10 سنين مش هكفي الجهاز عشان اجهز زي اي بنت دلوقتي. المهم جهزنا وحددنا فرح يوم 10/8/2017. يوم 8/8 انا اتصلت بيه، قلت له انا عايزه طبعا حاجزه كوافير، وودينا فرش الشقه فرشناها في اكتوبر ماشي، وكانت شقه ايجار. هو قال عشان مكان شغلي جنب شغلي نعمل شقه ايجار، وفعلا رحنا وفرشنا الشقه وكله تمام. وطبعا الفرح متحدد، وحضرتك عارفين ان الارياف بيجهزوا ازاي، وانا بنت وحيده لبابايا ونفسي يفرح بيا زيه زي اي حد. رحنا وفرشنا فعلا ومفيش اي حاجه، ومعانا ناس وشهود وعمي وخالي. بقى حضرتكم فاهمين ان احنا يعني الناس من الناس كلها بتتلم. رحنا وتمام. جينا يوم 7/8، انا فرحي يوم 10/8 وعزم الناس، وبيتي انا بيت ارياف مليان ناس، عمتي وخالتي وجارتي وكله معايا. جيت اتصل بيه الصبح عشان طبعا انا في كوافير وكده وفستان بقى والحاجات بتاعه تجهيزات الفرح دي. لقيته قال لي الكلام ده، انا اتصلت بيه الساعه 2 بالليل. هو كلمني وقال لي انا استني الصبح الساعه 9 انا هبعت لك فلوس عشان الحجز بتاع الكوافير. قلت له طيب انا هاخد من بابا تمام لحد انت ما تيجي، علشان يعني هو مش عم يجي من اكتوبر وكده. فقلت له هاخد من بابا. قال لي خلاص خدي من باباكي وروحي. فعلا انا خدت من بابا ورحت، وانا هناك برن عليه عشان زي اي عروسه عايزه توري له فستان الفرح. قام قايل، قام ما ردش عليا، تليفونه اتقفل. ارن من تليفونات تانية تليفونه مقفول. اتصلت على والده قال لي انا ما اعرفش ابني فين، واخبطي راسك في الحيطه. بنفس اللفظ كده، اخبطي راسك في الحيطه، ابني ما اعرفش طريقه. قلت له خلاص ماشي. جيت روحت طبعا، يعني انا واحده اهو هتجوز وفستان وفرح والناس معزومه وقرايبي وكل حاجه، وفجأة مرة واحدة العريس ما يظهرش، يكونش موجود. يعني ازاي فرحة مثلا وانا بنت وحيدة والبنت الكبيرة لابويا كمان، يعني فرحته تمام، ازاي ده كله يحصل وانا اجي ابص اشوف العريس ما لقيش العريس موجود؟ يعني عروسة مثلا من غير عريس. فطبعا يعني انا احنا في ارياف مثلا، الناس دي بتتكلم ودي بتتكلم، وده سابها ومشي وده راح مش عارفة فين. يعني كلام يوجع مش كلام سهل، وانا بنت، انا بنت وعايزة افرح زي اي واحدة في الدنيا، من حقها انها تفرح وتعيش وتتجوز وكل حاجة. المهم جيت انا، بابا بعت لوالده قال له احنا ما نعرفش عن ابننا حاجة، وان لقيته اعمل فيه اللي انت عايزه، احنا مش نعرف عنه حاجة. المهم طبعا دورنا، رحنا انا ليا عمي في اكتوبر شغال في اكتوبر، بعتنا للشقة عشان المسافة، عم نروح المسافة بعيدة. بعتنا لعمي الشقة، ادخل يا عمي وشوف الشقة. عمي ده كان بفرش معايا الشقة، دخل وشاف قال ما لقيتش فيها دبوس طرحة، وانا حتى الاكل ومامتي، احنا في الارياف موديه للاكل لان طبعا ده مشوار واكتوبر، فمامتي موديه لي حتى الاكل وحاجات الفلاحين مش عايزه اقول لحضراتكم عامله ازاي، ويعني حاجات صعبه. فالمهم
جينا بعد ده كله بابا اتصل بوالده، والده شتمنا في التليفون وزعق لنا وقال لنا مش لكم حاجه ومفيش لكم فرش ولا لكم اي حاجه. تمام. طيب احنا بس رحنا على نقدم في محاضر كتير، قدمنا محضر واثنين وثلاثة واربعة وبرضه مفيش فايدة، واي محضر يروح لوالده على البيت يديله فلوس تمام ويقول له ما كأنك ما شفتناش. فضلت سنة كاملة بالظبط ما اعرفش عنه اي حاجة، انا فكرته ميت، انا قلت ميت يعني اهله بيقولوا مش عارفين عنه حاجة، وهو مقفل تليفوناته والشركه اللي شغال فيها انا ما اعرفش يعني عنه حاجه خالص. تمام. كلها حاجات يعني حاجات زي اي واحده، انا لسه ما دخلتش، انا كتبت كتابي وما دخلتش. تمام. ما دخل ما اعرفش عنه حاجه، وهو اهو هي دي صورته هو ده. تمام. انا ما عملتش فيه اي حاجه وحشه والله، وربنا اعلم يعني. والدي انا والدي كان بيشتمني عشانه، كان يقول لي انتي يعني يخف عليه شويه. والدي ما طلبش منه حاجه. جينا في الفرش قال لي والدي انا مش معايا غير 10,000 جنيه هم اللي معايا. يا عم الحاج عشان الفيزا بتاعتي بايظه تمام ومش معايا كمل. فبابا قال له خلاص يا ابني، طب انت ايه المطلوب مني؟ قال له يا عم الحاج احنا نروح، رحنا جبنا عزلنا زي اي حد من اي حاجه تمام، وجبنا حاجتنا ماشي، ودي قسمه الجواز بتاعتي. لا انا ما انا مش بتبلى عليه، لا دي قسيمه عندي مأذون وورق ومحاضر ومعايا ارقام المحاضر كلها ومعايا كل حاجه واوراق ومستندات، يعني انا مش بتبلى عليه بالعكس والله العظيم. انا صبرت وقلت انا هصبر، يمكن عنده لا قدر الله حاجه يمكن كده. المهم بعد سنه بالظبط كامله انا ماشيه، انا في البلد عندي، احنا اصلا من ديار بنجم، فانا كنت عند اهلي يا بابايا، رحت فانا ماشيه في شارع في الزقازيق قابلته صدفه قبل رمضان باسبوع. طبعا انا شفته يعني مش صدقت، انا فكرت انه ميت، فانا واقفه مصدومه، هو انت عايش؟ يقول لي اه عايش. طب هو انت هتعمل فيا ليه كده؟ يقول لي انت مين؟ انا ما اعرفكيش، واحنا في الشارع ما تعرفنيش ازاي؟ ده انا المفروض مراتك، يعني انا مراتك، انت كاتب كتابي يعني انا مراتك، رسمي مراتك، انا مراتك ومعايا قسيمه جواز، انا مراتك. المهم ايه، بعد انكار طبعا شديد منه ولا انت مش مراتي انا مش عارفك مش عارفه ايه، طبعا انا صوتته ومسكته من رقبته، لا انت تعرفني. فطبعا الناس اتلمت علي قال لي خلاص اهدي، انت عايزه ايه؟ كل اللي انت عايزاه انا هعمله لك. قلت له ازاي بعد سنه؟ المهم قلت له طيب دلوقتي تيجي معايا طبعا البيت، قال لي خلاص ماشي، وخدته معايا البيت فعلا ورحنا البيت. تمام. اللي انت عايزاه؟ قلت له يا ابني انا مراتك. قال لي طيب انا ابويا غصب عليا تمام وضربني واخد الفرش وقال لي لازم تتجوز واحده تانية، وجابوا لي عروسه واتجوزت. طب اتجوزت امتى؟ قال لي اتجوزت يوم 15/8، يعني بعد انا 10/8 وهو اتجوز 15/8، يعني 5 ايام، يعني كان مرتب ليها فعلا 5 ايام، مرتب ان هو هيتجوز، يعني معنى كده ان هو كان خاطب وهو خاطبني، كان خاطب مثلا وهو متجوزني، كان راح اتجوز واحده تانية وحزالي. طب فرشي فين؟ قال لي فرشك ما اعرفش عنه حاجه، وفرشك انا اتجوزت عليه. يا ابني ازاي فرش اتجوزت عليه؟ انا ما دخلتش على عزالي، انا فرش ما دخلتش عليه، ما شفتش حتى يعني شكل المعلقه ديت، ما استخدمتش معلقه، هدومي مش لبستها، هدومي نفسها دي ما لبستهاش فعلا والله العظيم، يعني انا جايبه حاجات كتير ما لبستش حتى هدومي. يا ابني ازاي كده؟ قال لي هو كده. طيب انا اعمل ايه دلوقتي؟ طيب انا دلوقتي على ذمتك، انا دلوقتي على ذمتك، ما انا لسه اهو سنه انا على ذمته لسه. طب ايه الحل؟ قال لي طب انا هشوف حل مع ابويا تمام وهبقى اشوف، ابقى ارجع لك، استنى يوم اتنين تلاته اربعه اللي هيرجع، ما برجعش، اكلمه في التليفون يتحجج لي. المهم في يوم طبعا انا من كتر اللي انا لفيت على المحافظات كلها، على مراكز الشرطه كلها تمام، كل الصلاحيه الجديده عندهم علم بالموضوع، الحسينيه عندهم علم بالموضوع، مباحث الانطره عندهم علم بالموضوع، كل الاماكن اللي جنبي انا رحت فيها وقدمت فيها بلاغ ضد فاقوس، انا رحت في كل حته قريبه مني تمام.
طبعا المحامين بتاخد فلوس كتير كتير جدا، وانا مش معايا، وانا والدي غلبان على قد، وهجيب منين؟ وانا لو اشتغلت حتى هشتغل ايه مثلا؟ يعني انا راح اشتغل في مصنع هاخد 1000 جنيه هيكفيني اكل وشرب ومصاريف وكل حاجه ازاي؟ ودي الاحكام، احكام اهي، صور الاحكام كلها اهي، وكمان وعليه احكام لناس تانية. يعني انا لما بحثت عليه لقيت عليه احكام، صور احكام كتير، وعليه احكام تانية غير دي لناس تانية، مش انا لوحدي. وكل ده وهو هربان، وابوه كل، وعملنا قعدة عرفية لابوه بدل المرة 3 4 مرات، ويشتمنا في وسط الناس ويهنا ويقول مش لكم حاجة عندي، واللي انتوا معاكم اعملوه، عشان ابوه كان ظابط في الجيش، طلع ظابط متقاعد من الجيش، تمام. يقول لي انا بنتي في الطيران. طب يعني بنتك في الطيران؟ دي مش بنت، دي مش بنت، دي مش بنت، وازاي حاسه بيا دلوقتي؟ ازاي يا عم الحاج؟ طب ارحمني. انا مش، والله مش عايزه حاجه، انا عايزه عزالي. انا كل اللي انا عايزاه، انا عايزه عزالي، عزالي اللي انا ما استخدمتهاش، وكسرت نفسي قدام الناس ماشي، وكسرت فرحتي، وكسرت فرح اهلي. يعني انا بنت وحيده لاهلي، واهلي مستنيين فرحي ومستنيين كل حاجه، وفي الاخر مفيش. اهي دي صوره القايمه بتاعتي، دي صوره المنقولات بتاعتي، تمام اهي ماشي، انا مش بتبلى عليه، واهي تمام. ودي امضته عليها اهو، امضته وبصمته والشهود، ومعايا الشهود اللي راح ودي الفرش. واحنا، انا مش عارفه اعمل ايه، انا موقف حالي، موقف حالي. اي عريس بيجيلي انا بخاف اقول له تعالى تقدم فعلا، عشان انا مش معايا جاهز، هو خد كل حاجه. وانا مش، انا مش معايا اصلا، والله العظيم بامانه احنا مش معانا. يعني انا اعمل ايه؟ انا اجيب منين؟ اطلع اشحت حرام، تمام. وابويا راجل رجله وجعه عنده السكر والضغط، اعمل ايه تاني؟ وانا اخواتي الولاد اصغر مني، هجيب منين؟ مين اللي هيصرف عليا؟ خالي مش هيديني، ولا عمي مش هيديني، وندوني مش هيجهزوني، اجيب منين؟ انا كل اللي انا بطلبه، انا يعني بناشد حد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناشد مدير الامن، بناشد كل الناس اللي عندها رحمه. انا زي بنتكم، انا بنت، انا زي بنتكم، وبعد ضعيفه مش لاقي حد، عايزه حقي. ده مجرم واحد اغتصب حقي ومحتالي، اخد حاجتي، حرامي، تمام. انا مش عايزه منه اي حاجه غير فرشي، فرشي بس. ابوه كل ما يتكلم يقول لي احط في وشك ميه نار، يهددني كل يوم، والتاني يتصل بيا يشتمني، يهددني يقول لي كلام وحش. طب انا اعمل ايه؟ انا بنت، اعمل ايه؟ اروح لمين؟ انا ماليش اي حد. انا والله العظيم انا عملت المستحيل، عملت المستحيل. لما عمري كله بيضيع كان زمان معايا عيلين، دلوقتي هو متجوز ومخلف وعايش حياته، وبتمشي عادي في الشارع، ولا همه، ولا همه اي حاجه. واهله يقولوا احنا ان طلتي مننا حاجه بقابلينا، ابو يحط رجل على رجل في قلب القعده ويقول لي انتي، انا مش مديك حاجه، انا مش مديك حاجه، اللي انتي طايله اللي معاك اعمليه، اللي معاك اعمليه. انا واحد كنت في الجيش، كل ما يتكلم انا راجل في الجيش وليا سلطاتي. طب سلطاتك؟ انا ماليش حد، ليا ربنا، انا ليا ربنا وليا الناس اللي بتشوفني دلوقتي. اكيد اكيد انا عشمانه خير. انا مش عارفه اعمل ايه. انا كل اللي انا طالباه ان انا بناشد يعني ناس ان هم يقفوا معايا، بس انا عايزه حقي، عايزه حقي. انا لفيت كتير، لفيت كتير، مش عندي لاي مكان اروح فيه. اعمل ايه تاني؟ انا مش ماليش حد، لو ماليش حد غيركم، انتوا اللي تقفوا معايا، وانتوا اللي تجيبوا لي حقي. انا واحده من البلد دي، تمام، وانتوا اهلي، انتوا اهلي، انا منكم. انا بنت ضعيفه مش ولد، لو الولد هيطلع يشتغل، اما انا بنت، ولو طلعت اشتغل مش هعرف اجهز ده كله، انا مش هعرف اجهز. انا بقول لحضرتك انا مكسوفه ان حد يتقدم لي، اقول له ايه اللي جاي متقدم لي ده؟ اقول له مش، معلش اصل انا مش معايا فلوس اجهز، معلش يا ابويا مش معاه. طب ما انا وحالي بيقف وعمري بينتهي، والبنت لها سن معين، عندي السن المعين ما بخلص، ما فيش ولا واحد بيتقدم لها، وانا ابويا وامي كبار في السن مش هيعيشوا العمر كله. هتبهدل، انا هتبهدل، ما فيش حد هيستحملني، ولا خالي ولا عمي ولا جاري ولا اخويا ولا اي حد غير ابويا وامي. وابويا وامي كبار، انا ابويا خلاص يعني ضغط وسكر وعامل حادثه ورجله وجعاه. طب ماشي، طب وبعدين؟ ان عاش السنه دي مش هيعيش السنه الجايه، اروح فين؟ انا بناشد كل واحد عنده قلب في البلد دي، تمام. انا ليه حقوق؟ ده شخص يعني انا مش عارف اعمل ايه تاني، ادور عليه فين؟ انا كل اللي اعرفه اللي عزه محمد مصطفى محمد شتات دوت موجود، ابوه في الصالحيه الجديده، ابوه موجود وبيته في الصالحيه الجديده، تمام، وهو موجود في 6 اكتوبر،
هو بيشتغل في اكتوبر، ما انتقلش من اكتوبر، وانا عم علشان اروح اكتوبر انا عايزه مصاريف، عايزه مصاريف اروح الف عليه، وانا بنت هروح الف عليه لوحدي في الشارع ازاي؟ انا عايزه حد معايا، عايزه حد يساعدني. انا كل اللي انا بطلبه، انا والله مش طالعه اشحت ولا طالعه اقول كلام، يعني انا طالعه اجيب حقي. انا تعبت، تعبت بجد من لف. انا بنت، بنت اعتبرني، اعتبروني اي حد عندكم، اي واحد عنده بنت في البيت، عنده اخت، انا واحده زيهم، انا حقي ضايع. قبل الفرح بيومين اتنين الفرش يتسرق والعريس ما يجيش الفرح، يعني مش عايزه يعني اقول ايه اكتر من كده. انا والله العظيم مش عارفه، انا كل اللي انا عايزاه عايزه حقي، مش عايزه اكتر من كده، عايزه حقي بس، مش لا عايزه فلوس زياده ولا عايزه منه حاجه ولا عايزه احبسه، انا عايزه حقي، انا عايزه حقي، عايزاه يجيب لي قيمتي، قيمتي اللي انا ما دخلتش عليها، ما استعملتش منها معلقه، انا ده اللي انا عايزاه والله العظيم ثلاثة، مش عايزة اكتر من كده بس. وانا بناشد كل واحد عنده قلب، وزير الداخلية، المحافظ، اي حد، رئيس عبد الفتاح السيسي، اي حد يشوفني يتعاطف معايا، يتعاطف معايا. هو هربان، هربان، ده مواطن على احكام وهربان. ما كانش الحكومة هتجيب لي حقي، مين هيجيب لي؟ ما كانش البلد دي انا بني ادمة فيها، بني ادمة فيها لي حقوق في البلد دي، انا عايزة جزء بسيط من حقي، انا بنت من البلد دي عايزه جزء بسيط. قولي لي اروح فين وانا والله اروح، اروح عشان اجيب حقي، عشان اعرف اتجوز واعيش اخلف بنت ولا ولد زي الناس، زي اي بنت، حقي افرح والبس فستان واعمل فرح زي اي واحد. انا اتحرمت من ده كله والعمر بيجري اهو، من 2013 لحد دلوقتي اهو، احنا في 2020، سبع سنين. اعمل ايه تاني؟ اعمل ايه؟ انا والله انا مش عايزه اكتر من كده، انا عايزه حقي بس. انا مش عارفة والله، هو ده اخر حاجة عندي. وانا بناشد كل واحد عنده قلب، مش اكتر ولا اقل، انا بناشد كل واحد عنده قلب. وما انت، انا ما خلاص استسلمت، استسلمت لامر الواقع واستسلمت اللي انا فيه. بس انا كل اللي انا طالبه، انا طالبه حقي، طالبه حقي بس، انا مش عايزة زيادة في قيمتي ولا عايزة اي حاجة، انا عايزة الفرش اللي انا وديته، اللي ابويا جابهولي، اللي انا تعبت فيه وفي شغلي وجبته، اللي ابويا تعب فيه، انا بحت بيتي في البلد عشان اسد الفلوس اللي عليها بتاعت الفرش. اعمل ايه تاني؟ ومش هتفي، ما عادش فيه اي حاجه، ما عادش فيه لا فلوس ولا فيها مال ملك هبيعه، ولا معايا حلقه هبيعه، ولا معايا حاجه. انا ده شخص، ده شخص مش محترم ان هو يعمل في بنت كده، انا بنت مش ولد، انا بنت مانيش راجل، بنت وطالب بحقها، واحد هربان وبتمتع وعايش حياته، وانا عايشة في قهر وذل ومش عارفة اي حاجة. اعمل ايه انا؟ انا عايزة يعني اناشد النائب العام، تمام؟ النائب العام اكيد هو هيسمعني، هو هيجيب لها حقي، انا عشمانة فيه وفي ربنا سبحانه وتعالى، وعشمانة في كل واحد بيسمعني، ماشي؟ وزير الداخلية انا عارفة ان هو هيسمع، وعارفة ان هو هيقدرني وهيعتبرني بنته، والنبي الله يخليكم، انا عايزة حقي، انا عايزة حقي، ربنا سبحانه وتعالى مش يكتب عليكم كل اللي انا مكتوب عليا. يعني هو حدا قبل فرحها بيومين والعريس ما يجيش، يعني الناس كلها بتتكلم، يعني جيرانها بيقولوا هي اكيد معيوبة، اكيد فيها حاجة، طالما العريس ما جاش واحنا في ارياف، ان كنت هستحمل ده مش هستحمل ده، ممكن يكون اخويا نفسه بيتكلم عني، ممكن تكون اختي بتتكلم عني، ممكن خالتي، ممكن عمتي، ممكن عمي، واحنا في ارياف. ابويا نفسه لما بقعد كده انا بشوف ابويا بيصعب عليا، ان هو عايز يفرح بيا، عايز يفرح بيا ومش عارف يفرح بيا عشان خاطر واحد ندل وجبان يعمل فيا كده. طب انا اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه انا؟ ازاي اتصرف؟ انا ولا انت عارفه اتصرف ولا انت عارفه اعمل ايه؟ انا فوضت امر ربنا سبحانه وتعالى واقول لكم، انتوا اللي هتجيبوا لي حقي، انتوا هتجيبوا لي حقي، انا عشمانه فيكم والله العظيم ثلاثه، وعارفه ان انتوا مش هتسيبوني مظلومه وهتجيبوا لي حقي من الشخص ده، وعارفه ان ربنا هيقف معايا، عشان والله العظيم انا بنت فعلا مش ليا حد، ماليش حد. ابويا راجل لا بيعرف يمشي ولا بيعرف يروح ولا بيجي، انا ما اروح فين؟ اجيب من تاني؟ ومش معايا حد يجيب لي حقي، اعمل ايه؟ انا عايزه حد قلبه رحيم عليا يشوف الفيديو دوت ويشوف ويقول لي، يقول لي يا بنت انا هقف معاك هجيب لك حقك، دوروا لي عليه، دوروا لي عليه بس.
انا بدور عليه، انا عن نفسي بدور عليه في الشارع، بمشي ابص للناس، بدور كل ما اركب قطر، اركب مواصله، اركب عربيه، ادور عليه، لاني متخيله ان انا فعلا هقابله تاني، هشوفه. واهله هنا موجودين، مكانهم في الصلاحيه الجديده موجودين، وبيته موجود، وشقتي اللي كنت هتجوز فيها التانيه اللي هي هنا برضو موجوده، شقته الملك في بيت ابوه، وهما مبسوطين. ابوه الضابط في الجيش، واخته في الطيران، واخد تاني ما شاء الله مسافر بره، وهو شغال بدل الشغلانه 3 و4، مبسوطين. مش لاقيين، لا مبسوطين. ده قاعد في فيلا، قاعد في فيلا تعمل لها 500,000 جنيه دلوقتي غير الشقق بتاعته. انا عايزه حقي بس، انا والله العظيم مش عايزه غير حقي بس، انا عايزه الناس تقف معايا، مش عايزه اكتر ولا اقل، عايزه حقي من المجرم دوت بس، عايزه عزالي، عايزه وزير الداخليه يعرف ويشوف الفيديو بتاعي ويشوف الراجل دوت ويجيب الاحكام. الاحكام بتاعته كتير، بدل الحكم كذا حكم، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده 4 او 5 احكام، تمام، كلهم محكوم عليهم، محكوم عليه حبس وسنين، مش سنه واحده وكفالات، تمام. وهو هربان، هربان وبتمتع وعايش حياته ومتجوز، وانا اللي حالي واقف، وانا اللي قاعده في البيت مش لاقيه، خايفه عريس يخبط على بابي، خايفه عريس يخبط على بابي، تمام، خايفه حد يجي يقول لي انا عايز، يقول لابويا انا عايز اتجوز بنتك. طب ماشي، طب ابويا هيوافق؟ طب وبعدين، وبعدين هنجيب منين، هنجيب منين؟ طب مفيش معانا، هنجيب منين؟ بس انا ما مش عارفه اقول ايه تاني، كل اللي انا عايزاه، انا عايزه حقي، عايزه حقي، عايزه وزير الخارجيه، وعايزه وزير الداخليه، وعايزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعايزه حقوق المراه، وعايزه كل حاجه، الام والطفوله، كل حاجه، عايزه الناس دي تشوفني وتشوف المجرم دوت وتجيب لي حقي منه بس، انا مش عايزه اكتر من كده. وانا والله العظيم انا فاضي امر ربنا وليكو، علشان عارفه ان انتوا هتقفوا معايا، عارفه ان انتوا قلبكوا طيب، وعارفه ان انتوا بتعملوا مجهود كبير قوي في البلد ده عشان خاطر البنات بالذات، انا عارفه، انا عارفه واثقه فيكو، واثقه ان انتوا